السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن قراءة التقرير أداء الحملات في تويتر، في فيسبوك، انستجرام، وجوجل، وإيه التحسينات اللي محتاجين نحسنها في الحملات علشان نقيم أداء الأخوة والأخوات المشاركين معانا في الدورة. هنشوف أداء كل الحملات وإيه اللي محتاجين نعمل له تحسين عشان تبدأ الحملة تشتغل معانا بشكل أفضل بإذن الله تعالى. خلينا نبدأ بتويتر في البداية الأول. في تويتر إحنا أنشأنا من 5 دقايق دلوقتي أو من ربع ساعة تقريباً 4 حملات، أيوه 4 حملات هم أنشأناهم. خلينا نشوف أداهم، نعمل ريفريش عشان نشوف أداء الحملات. عندي هنا في الحملة الأولى، الحملة دي اشتغلت أهيت، اللي هي حملة الصراحة الجسار، وجابت معانا تقريباً 199 impression اللي هو ظهور، وصرفت عندي 5 سنت، تكلفة الانجيجمنت 1، لأن هي عملت انجيجمنت 1 فقط، 199 شخص شافها، التفاعل معها 1، وبالتالي دي تكلفة الانجيجمنت. عندي حملة اللي بعد كده اللي هي التيست اللي كنا عاملين عليها، اللي أنا عاملها معاكم، عملت 51 امبريشن، صرفت 7 سنت، وجابت 8 انجيجمنت، تكلفة الانجيجمنت اللي احنا شايفينه ده 83 من 1000، تمام؟ نسبة التفاعل هنا أعلى شوية، وطبعا هو الموضوع بيعتمد زي ما قلنا على عدد أو على محتوى التغريدة نفسه، وشدة الناس للتفاعل مع التغريدة وعلى المحتوى وعلى الفيديو وعلى كده. يعني ممكن يكون في حالة الجسار مختارين تغريدة المحتوى بتاعها مش جذاب زي ما شفناها اللي هي باللغة الإنجليزية، فنسبة التفاعل فيها أقل، فبالتالي ده بيثبت لكم حتى التكلفة هنا طالعة عندي عالية 5 سنت، لأن المحتوى اللي فيها هي هو كله على نفس الحساب عندنا، لكن دي تغريدة واحدة بالإنجليزي دي فيها أكتر من تغريدات وفيها صور وفيها فيديو، فبالتالي ده يوضح لكم يا جماعة كل ما كانت التغريدة فيها مادة إعلانية وفيها فيديو أو صورة أو لينك أو هاشتاج بتكون أداها مثالي وبتقل التكلفة عندي في الإنفاق. دي طبعا التغريدة اللي أنا وريتها لكم في البداية قبل ما نبدأ اللي كانت شغالة واللي أنا عملتها فترة الإيه؟ فترة الظهر. طلع برضه هنا عندي 6 من 1000، تمام؟ نسبة التفاعل تلاحظ هنا، نسبة التفاعل هي اللي بتحدد مقدار التكلفة، أو هي بتأثر على مقدار التكلفة. هنا 40% فالتكلفة أقل، هنا 15% التكلفة أقل شوية، هنا 0.5% فالتكلفة صغيرة عالية معاها. ده شكل التقرير بتاع تويتر. طب لو أنا عايز أعدل في الحملة بتاعتي في أي شيء، أقدر أضغط على الحملة. يعني عندي حملة هنا لسه ما بدأتش، هي التويت وورم واتش دي لسه ما اشتغلتش خالص، أقدر أضغط على الحملة بعدين علشان اعدل في الحمله. بتلاقي هنا لما وضعت على الحمله بيبان عندك هنا ايديت كومبين، ايديت كومبين شايفينها؟ بضغط عليها اهوت، بعدين ايديت كومبين، تفتح معايا الكومبين من البدايه، ببدا امشي مع الخطوات. انا حاطين هنا $1 وهنا $1، خلاص 12 6 اوكي تمام. نضغط على التالي، في تعديلات محتاجين نعملها بنعدلها. هنا حاطين، خلي بالكم يا جماعه عندهم نقطه خطيره جدا وكتير مننا بيجح فيها. انا حاطين هنا التكلفه واحد دولار مش 1 سنت، ضروري تنتبهوا ليها كده. تويتر يعني انت مديله كده اللي هو عايزه، يعني هينفق يعني، فيحتاج ان انا لازم اعدلها. عشان اعدلها بضغط عليها تمام اهوت، واكتب، لازم اكتب زيرو، علامه زيرو واحد، ده كده 1 سنت، انما الاول كان 1 دولار. واضحه يا جماعه؟ واضحه الحته ديت؟ حد يرد علينا؟ واضحه؟ طيب تمام. بعدين يحتاج اعدل هنا شيء تاني، اعدل مش عايز، يبقى اضغط على نيكست. هنشوف ان الاستهداف عامل ايه. الاستهداف هنا 132000، جدا الجمهور هنا صغير، وهيكون التفاعل فيه يعني ممكن بين 32000 دولار اصلا كعدد مش موجودين دلوقتي على تويتر، فالحمله مش هتمشي معايا، احتاج برضو ان انا ازود. هنا العمر اوكي، مختار النساء فقط ماشي، السعوديه والرياض ماشي، الاي او اس والاندرويد، وبعدين هنا واخد عملاء الاس تي سي، فانا عامل يعني برضو مكتف في الحمله، فليه اخد، ليه ما اخدش كل العملاء او اشيل دي خالص؟ صار العدد اضعف شويه من 64 الى 310.
يحتاج، واخدين اي ان اي تاني، واخدين متابعين حسابين اثنين اللي هو فاشن فاشونيستا اندرسكور كوم وتويتر فاشون. هل الحسابات دي فعليا متابعينها هنا موجودين في السعوديه والرياض ولا لا؟ مش محتاجين، اقدر اشغلها او اقدر اشيل دول. الكي وورد كلمه فاشون بس جدا برضو دقيقه، هو طبعا جمهور دقيق، اكيد انت محتاج الجمهور ده، فبالتالي انا مش بقول لك شيله او حطه، انا بقول لك ده ممكن ياثر معاك في اداء الحمله لانك مسلط الحمله على جمهور جدا صغير. تمام. التوبكس اللي الناس بتتكلم عن الفاشون، حد عايز يعمل مداخله؟ اتفضل اخي ياسر معاك المايك. ايوه السلام عليكم استاذ هشام. اقول لك بالنسبه لل الان لما تحط الحساب في هذا الكلايد لو تحط حساب شخص معين او جهه معينه او كذا، يعني عادي مسموح قانونيا وكذا انك تبغى متابعينه؟ طبعا طبعا في تويتر مسموح متابعين الجهه يعني. طبعا عادي جدا وليجل، وزي ما انت شايف اهوت، يعني انا اخترت الناس اللي بتابع وزاره الصحه لان هي مكشوفه الناس اللي بتابع وزاره الصحه مين على تويتر، صح ولا لا؟ يعني انت ما تدخل على تويتر وتدخل على وزاره الصحه او وزاره التجاره او وزاره العمل او على حسابك اخي ياسر او على حسابي انا هشام، بتشوف متابعيني، مش حاجه مخبيه. صحيح. اي فعادي جدا مسموح ليجل. كان في الفيسبوك الاول على فكره القصه دي كمان، الفيسبوك كان دقيق جدا في الاستهداف، يعني كنت عايز في الفيسبوك تقول انا عايز العميل، يعني ممكن اقول الاخ ياسر بعينه، يعني العميل اللي بيشتري ملابس من المكان الفلاني واللي درس في الجامعه الفلانيه واللي صديقه فلان واللي بيلبس تيشيرت لونه اصفر، كمان كان في الفيسبوك موجود الاول قبل القضيه بتاعت مارك ديت وبداوا يشيلوها، يعني ولا الاستهداف والمعلومات كل شيء واضح يعني. تمام. طيب نرجع نكمل. خلاص اجبتك، شكرا جزيلا. عفوا. فكل ده معايير بتاثر في العدد هنا الجمهور. انا دايما طبعا عندي هنا الميزان بتاعي ده، ما انا شغال فيه الجمهور، ابدا احسن لحد اوصل للجمهور. انا مش لازم اقول لك كبر الجمهور او صغر الجمهور، انت بتحدد بناء على الخطه بتاعتك. يعني ممكن يكون عملائي هم 10000 بس في الرياض، انا ببيع منتج وكل عملائي في الرياض هم 10000، بحدد الجمهور من هنا بحيث ان انا استهدفهم هم بعينهم يعني. الحاجه اللي اعدلها وبعدين اضغط على نيكست. تمام. لين انا هشوف التغريده اللي انا حطيتها، التغريده اللي انا حطيتها واحده فقط، ممكن ازود يعني. هنا احنا مختارين كام تغريده؟ مختارين ثلاثه اهو، ماديه واحد اثنين ثلاثه، اقدر ازود اهو زي ما انا عايز، اقدر اشيل دي مثلا ما اناش عايزها في التغريده، اوكي اقدر اشيل دي ما اناش عايزها، دي ما اناش عايزها، زي ما انت عايز. وبعدين تضغط على نيكست سيف. كده حسنت اداء الحمله بتاعتي وبديت ادي لها مجال اكتر ان هي تشتغل والجمهور اكتر بشكل كويس. لاحظوا دي زادت شويه، هي صارت 9 504 ودي بقت 2، تفاعل 2. لما التفاعل بقى 2 بدات تظهر تنزل شويه تكلفه، لان التفاعل صارت تعلى، صارت 77%، كانت 50% الاول. هنا بدات تنزل مع الوقت، هتبدا تنزل لحد ما تبقى زي دي كمان، كل ما يزيد عدد التفاعل كل ما بتقل التكلفه. دي كده قراءه التقرير في تويتر. وطبعا احنا عارفين العناوين بتاعتنا اللي هي يعني ايه؟ كامبين ستارت امتى؟ كامبين اند ديت، متى بدات الحمله ومتى انتهت، الستاتس بتاع الحمله شغاله. طب انا دلوقتي عايز اوقف الحمله، اي حمله من هنا عايز اوقفها، مجرد ما بضغط على الايقونه دي كده على اطفيها، خلاص صارت فوزت. خلاص حد عايز الحملات دي في حاجه؟ طيب خلاص انا عملنا ايقاف كده، كده احنا خدناه وخلصنا غرضنا منها اللي هي غرض التدريب وتمكننا منها، اعمل لها ايقاف. والمفترض اروح هنا في الاكونت سيتنج. تمام. عفوا سوري، اكونت اديت اكونت اكسس، مفترض همسك الناس اللي هم ما خلاص كده خلصنا اهدافنا من الحساب، بضغط على كل اسم واختار نو اكسس. تمام اهوت وهضغط سيف. بعد ما حددت اللي هنا نو اكسس نو اهوت بعدين سيف. انا مش هعملها النهارده، هسيبكم زي ما انتم لو عايزين تدربوا اكتر في الحساب وتتمكنوا مع الفيديو النهارده وبكره. حاولوا تدخلوا وتنفذوا حملات الاخوه اللي معانا في الحساب، وبعدين هنبدا نشوف موضوع الصلاحيات بعد كده. انا عندي هنا اربعه تقريبا، في عندي هنا كمان الحساب الرابع ده الصراحه بيقصر نفس الكلام ده. تمام. يبقى انا عندي دولت كده كام حساب اهمت
بكرة إن شاء الله أو بعد بكرة هنبدأ نشوفه. أنت معاكم الوقت تطلبوا براحتكم فيه إن شاء الله مع الفيديو، وبكرة إند وبعده كمان براحتكم طيب حد عايز لسه شيء في تويتر؟ باقي شيء في تويتر يا جماعة؟ حد عنده استفسار في تويتر قبل ما نسيبه؟ برضو تويتر حتى أخيرة من المنصات اللي لو عندك خدمة وروجتها بشكل صح وأنشأت محتوى كويس، عايز أقول لكم إن هو مهم ومفيد جدا، لأنه خاصية الريتويت اللي فيه جدا قوية جدا قوية. لأن أنا أخيل النهاردة واحد أنا خدمة وعجبة واحد عنده 10,000 متابع ولا 100,000 متابع وفعالين، وعمل لك ريتويت أو كده أو لايك أو غيره، أنت كده قاعد تجيب عملاء لك بطريقة غير مباشرة، يعني تسويق غير مباشر. بس أهم شيء تكون شغال محتوى صح. طيب ايش فرق ترويج الشركات مثلا كونكت ادز عما ترويج الافراد؟ شوف، كونكت ادز هو وكيل تويتر في الوطن العربي، تمام؟ هو الوكيل اللي كان وكيل حصري وما زال لسه موجود. كونكت ادز انا بلجأ له لما يكون عندي ميزانيه انفاق عاليه، يعني انا عندي حساب بينفق، هو في الاصل يعني انفاق فوق ال $100 اقدر اشتغل بشكل فردي بالدولار. كونكت ادز لما بعمل معاهم اتفاقيه او بروج حسابات حكوميه او الى اخره، وعندي ميزانيه في اليوم $10,000 او $15,000 اكثر او اقل، او المهم ان يكون المبلغ فوق ال $1,000، فبضطر ان انا افتح اكونت من عنده. نفس الفكره، هو عباره عن عقد بتوقعه معاهم، بتواصل معاهم، تمام؟ واحنا ما زلنا شغالين معاهم حتى اليوم برضو في حسابات، ما زال الحسابات الحكوميه وحسابات الضخمه في الانفاق بنشتغل من خلالهم ايضا فيها. وهو بيدي لك حساب بالريال السعودي، يعني انت بتدفع له $5,000 $18,750 ريال تقريبا مع الضريبه او ما ادري قبل الضريبه، بتدفع لهم مبلغ هو بيشحنه في حسابك اول مره، بعد كده تبدا تشحن زي ما انت عايز $10,000 $20,000 زي ما انت عايز، وهو بيوقع معاك عقد كله بيتم اونلاين. اول مره ممكن تاخد 24 ساعه، بعد كده الشحن الرصيد بيتم بشكل نفس اليوم، يعني تحول الرصيد لحسابهم على طول يشحن لك الرصيد. هو لما بيخش اي شيء منك، يعني هو مجرد انت بتدفع له ال 10,000 هو بيحطهم عنده. نفس الترويج ونفس المنصه ونفس السيتنج ونفس كل شيء. واضح؟ طيب قبل كده كنت لازم تروج من خلال كونكت ادز، لكن من حوالي سنه ونص تقريبا صار الموضوع عادي متاح لاي حد يقدر يروج، ما بيعوزهمش غير القطاعات الضخمه. عندهم اشياء حصريه، يعني حاجه اسمها كونفرسيشنال ادز، اللي هو اعلان، ما ادري يمكن هو مش منتشر بشكل كبير عندنا هنا، ان انت لما بتشوف ساعات اعلان زي انا ارى، لو ضغطت على الزر فيه انت بتروج التغريده من عندك وكانك انت اللي مصدرها، دي من بعض الاشياء اللي بتكون موجوده عندهم يعني. سبورت عندهم برضو اذا عند حصل لك مشكله في الحساب او اي حاجه بتعاموك فيها بشكل مباشر. توثيق الحسابات ما لهم دخل فيها، انت تقدر ترفع حساب وتوثقهم من خلال ما ترجع لهم، وهم يقدروا ايضا من خلال اداره الحساب يقدروا يقدموا لك تريننج وتدريب ازاي تشتغل، ازاي تستفيد من التغريدات. بعض الاشياء البسيطه اللي هي بتكون حصريه خاصه بيهم هي اللي تقدر تاخدها من خلالهم. واضح؟ اما بنشيل لك حساب من خلالهم، خلينا نشوف اقول لكم على الشاشه من خلال كونكت ادز زي كده. يعني ده حساب نفس الحساب اهوت، واحد منهم تبع كونكت ادز، يعني ده عادي اللي هو بتاعنا اللي احنا شغالين عليه بالدولار فرد عادي من ابو $100، وده من خلال كونكت ادز ايضا شغالين معاهم فيه. نفس الحساب بتاعنا بس ده اكونت تبعهم وده اكونت تبعنا. واضح؟ وهكذا. الحساب ده برضه معاهم فاتحين له من خلال المنصه من عندهم، شغال برضه معاهم من خلال كونكت ادز. وهكذا. طيب في استفسار ثاني؟ طيب. خلصنا كده تويتر، طيب عايزين دلوقتي ندخل على جوجل. نشوف اداء الحملات معانا ايه. طبعا جوجل انتوا عارفين الطريقه بقى، خلاص حفظناها كده. ندخل على حسابنا ads.google.com اهوت. هذا الرابط اهو بعته لكم في الشات، او تكتب اعلانات جوجل ويدخلك على المنصه ايضا. اهو. الرابط في المسج عندكم. بعمل ساين ان تسجيل دخول. ببدل بس بالحساب بتاعي. اهو. وندخل على الحساب بتاعنا اللي هو اسمه تريننج.
اخذ الحمله على الحملات حتى احسن اداء احنا عملناه امبارح في الحمله ونشوف اداها عامل ايه معانا. نقرر الحساب اللي احنا شغالين منه. ايوه ده تمام. عايزين نشوف اداء الحساب الاعلاني بتاعنا على مدار اليوم. بنضغط على الكامبين من هنا عشان نشوف الحملات وناخد نظره عامه على الحساب اهوت. طبعا احنا اليوم صرفنا اليوم نظره عامه كده على الحساب نختار هنا توداي. اليوم صرفنا 10 ريال اهيت الكوست اللي صرفناه. الظهور 671 الكليكس عندنا 1 17. ده بشكل عام اليوم. نقطع الحملات ونشوف الحملات الاكثر اداء معانا عامل ايه النهارده. تمام. هتلاقي عندنا حمله معهد انتاج اللغات هيئت عملت معانا اليوم 17 امبريشن بس لسه ما جابتش كليك. دي اللي احنا كانت امبارح قعدنا عدلنا فيها بعض العبارات وقلنا محتاج نضيف فيها اعلانات كتير، لازم نضيف فيها اعلانات ولازم نضيف فيها كلمات بحثيه كتير. عندي حمله سيرش دي حد عملها اليوم سيرش 32 حد عملها جابت 104 امبريشن وجابت 5 كليكس. تمام. عند حمله الوقف جابت 527 وجابت 12 كليكس. دي حمله سيرش، دي كلها حملات سيرش اليوم يا جماعه. تمام. دي حمله سيرش ودي حمله سيرش ودي حمله سيرش. حملات الفيديو اتوقع ان هي تواريخها انتهت عشان كده ما اشتغلتش اليوم. انتوا كنتوا حاطينها في تواريخ نهايه اليوم الظاهر. حد كان عامل حملات الفيديو اللي كان شغاله امبارح؟ خلينا نشوف اي حمله منهم كده ولا لسه شغالين. استاذ غدير حملتين ما طلعت ليه؟ ايه اسمهم هنا مش هنا مش موجودين هنا؟ طيب الصوت اشتغل تمام. اقصد الحملات اللي ما اشتغلتش زي الفيديو ديت اللي شفناها قبل شويه، فيديو وقف سنة القران. ندخل على السيتنج هيبين معانا تاريخ النهايه بتاعها هو 11 عشان كده اليوم ما جابتش مشاهدات خلاص انتهت. لو عايز امددها تاني بضغط على التاريخ شايفين اهوت اهو اهوت هنا بضغط على التاريخ واعمل له تمديد. اقول له هنا خليها تشتغل ليوم 12 مثلا. هتشتغل الساعتين اللي فاضلين في اليوم دول وتوقف بعد كده. دي بالنسبه للحمله دي، الحمله الثانيه ايضا اللي ما اشتغلتش او اللي جايبه مشاهدات معناته انها توقف، الكلام ده هطبقه على كل الحملات. واضح؟ دي بالنسبه للحملات. لا هي ما خلصتش التكلفه، احنا حطينا تكلفه يوميه، يعني احنا هنا
اهيت محطوط تكلفه ايه في السيتنج عندي، تكلفه في اليوم ستارت بادجت اهوت ديلي بادجت، تمام مش توتال بادجت، ديلي بادجت 5 ريال. لو انا مديتها اليوم 12 يبقى هتصرف 5 ريال كمان دلوقتي وهتشتغل، هتصرف 5 ريال وهتشتغل، واضح؟ طيب نفس الكلام هطبقه على كل الحملات، يبقى كده اللي هم كل حملات الفيديو اتوقع نفس الكلام. تعريفي الوقف الحمله ده، الحمله دي خلينا نشوفها كده، ناخد السيتنج نفس الكلام اهو، ما خلصت المده بتاعتي، طالما خلصت المده مش هتشتغل يعني ما عادش هجيب مشاهدات، عايزينها تشتغل برضو مدتها يوم اهو الطريقه اهيت، وبعدين اعمل حفظ كده تبدا تجيب امبريشن معايا تبدا تشتغل. ده اللي خلى الحملات ديت ما جابتش مشاهدات. الباقي في السيرش انا شايف اداؤه جدا عادي كويس. في حمل السيرش اهيت 32، مين اللي عملها؟ مين اللي عمل الحمله ديت يا جماعه؟ اهوت نضغط على السيتنج، هي معموله اليوم، معموله امبارح، امبارح 10 نو اند ديت. هنا في خطا كبير يا جماعه قلنا لكم اكدنا عليه، ضروري جدا ندخل على الاعدادات ولازم نحدد تاريخ، لان هي كده قاعده تعد علينا، هتعد علينا وهتفضل شغاله. تمام. طب كيف مديتها وهي خلصانه؟ ريال يعني حمله الاستراحه وين اتوقع وقفت كمان؟ هنشوف حمله الاستراحه دلوقتي. حاضر. الحمله اللي زي ديت برضو لازم ندخل نحدد تاريخ النهايه، نخلي دي تنتهي برضو النهارده 12. تمام. وليه حاطين 20 ريال؟ كتير، خلوها 5 بس لان هي في الاخر تيست. تمام. تيست. طيب نشوف اللي في السيرش ديت ايه وضعها وايه ظروفها. ندخل على الادز، فين الاعلان اللي فيها؟ اهو سعودي ديزاينر فاشنز باكس فاشنيبل الفيسبوك. شوف الرابط شغال ولا لا. ايوه شغال. تمام. كم الكلمات المفتاحيه اللي فيها وليه التكلفه فيها غاليه؟ هي جابت 5 كليك من اصل 100، ليه التكلفه هنا طالعه عاليه 2 ريال؟ جدا مكلفه، مع الاستمراريه جدا مكلفه. تمام. ندخل على السيتنج عشان نشوف التكلفه ليه عاليه. ماكسمايز كونفرجن، هي معمول لها كونفرجن، نحاول نخليها يا جماعه زي ما قلنا ما فيش كونفرجن مربوط معاك في الفيسبوك، فنحاول نخليها كليكس او نقول له ماكسمايز كليك، ونضغط على سيت الماكسمايز كليك ونحاول نخليها 45 هلله مثلا في اليوم عشان ما تنفقش عليك كتير، وبعدين سيف. هو هنا اشتغل معاك كونفرجن على الحساب، يعني الكونفرجن عندك هنا طبق اللي هو الكول او ايا كان الكونفرجن اللي انت حاطه عندك في الحمل. فنحاول قدر الامكان طالما في البدايه ما فيش كونفرجن في اللاندنج بيج هنا، لان ما فيش كونفرجن في اللاندنج بيج، فنشتغل على الكليك، نشتغل على الكليك. تمام. ميزه الفيسبوك انا قلت لكم فيسبوك سمارت، لانه اذا ما فيش كونفرجن في الويب سايت او في اللاندنج بيج ما بيقبل معاك الحمله اصلا، لازم يكون في عندك فيسبوك بيكسل مركب على الموقع بتاعك. كده هتقل التكلفه شويه، يعني بدل ما صرفت 5 ريال وجبت 5 كليك او 9 ريال وجبت 5 كليك، هنا هصرف هجيب ال 5 كليك ب 2 ريال ونص، يبقى انا الانفاق بتاعي هنا صحيح. هو غالبا الاسم ده ما كتبتش الاسم فهو بيحترضه من راسه، سيرش 32 ده ترتيب ابجد للحملات او عدد الحملات في الحساب ده. ما كتبتش اسم الحمله فهو بيطلعه تلقائيا يعني. تمام؟ ده الاسم اللي هو موجود. واضح؟ نسيت تكتب الاسم. انت كتبت الاسم في المجموعه الاعلانيه اللي هو ده، اللي هو ده وارم تاتش ده. تمام. لكن في الحمله ما كتبتيش، اول ما تشيل الحمله قال لك اكتب اسم الحمله، هو اوتوماتيك بيطلع الاسم ده، ما كتبتهوش. تمام. لان لو عملنا حمله هيطلع لنا رقم 33 34 وهكذا، لكن لما دخلتي في المرحله الثانيه في المجموعه الاعلانيه اللي هي فيها الكيورد كتبتي وارم تاتش. واضح؟ هنتكلم عن البيكسل اوت في جوجل اناليتكس، بس لسه هنخلص نخش عليه نقول لكم ازاي تشتغلوا عليه. طيب بعد كده المهم ان الحمله الحمد لله يعني طلعنا من الدوره ديت
بشيء مشى معنا يعني. يعني عرفنا ازاي نشتغل، عرفنا ننشئ الحملات، عرفنا ازاي المشاكل اللي ممكن نحسنها. انا بعت لكم بقى على الواتساب تقريبا، مش متذكر، اتوقع بعت لكم على الواتساب ايه التحسينات اللي المفروض اعملها في حملات الفيديو علشان تبداوا تشتغل معايا. كل السيرش النهارده ماشي تمام، معهد انجاز اللغات ايضا بدا يمشي، بس مازال محتاج الكلمات. هو بدا يجيب ظهور بس لسه ما جابش شكلك، محتاج اعلانات تشد الناس اكتر. استخدم عبارات زي ما قلت لكم ان هي تحسين الناس على اتخاذ اجراء عندي في الموقع. لكن بقيت السيرش تمام. انا الان خلصنا الاهداف من الحساب في جوجل، اتوقع ما عدتوش هتحتاجوه. نسيبه كمان اليوم ولا هتحتاجوا تشتغلوا عليه اليوم ولا نعمل لهم ايقاف للحملات؟ حد لسه عايز يشتغل عليه اليوم؟ طيب اوكي. في النهايه لما عايز اوقف الحملات بقوم محددها كده، يعني عايز اوقف حمله معينه. خلينا اوقف الحمله بتاعتنا احنا، لمحه سريعه على مسارات الحملات. كيف احدده؟ معلش السؤال بس، مش مسارات الحملات. طيب خلاص هديكم، ماشي حاضر. طيب انا على السيرش ولا على الفيديو؟ طيب اسوي انشاء، يجيني انواع، ايش الفرق بينها؟ انواع الحملات، ماشي. هنتكلم عن انواع الحملات، حاضر. نتكلم عن انواع الحملات، اوكي. طيب بس قبل ما نطلع على الحملات، زي ما قلنا يا جماعه، ناخد مثال على حمله سيرش زي دي مثلا، اللي هي سيرش 32. سيرش 32 احنا قلنا نوعها ايه؟ نوع الانفاق عندي هنا هي صفحه هبوط عندي فيسبوك، مفيش بيكسل في الصفحه، يعني الصفحه ما فيهاش فيها كود تتبع، فمش هينفع اشغل فيها حمله كونفرجن، تمام؟ او هيصير فيها الكونفرجن والاداء عندي مش مظبوط، فبختار الكليك، ماكسمايز كليك، يعني العميل يشوف الاعلان يضغط عليه. بعد كده ماليش دعوه فيه، يعني ما فيش متابعه من الحملات من خلاله. عشان اركب ماكسمايز كونفرجن، انا في فيديو اليوم نزلته في اليوتيوب برده في القناه، لو انتم بتدخلوا على القناه بتكلم امبارح في فيديو، واليوم هينزل في فيديو برده او بكره الصبح ان شاء الله، يعني لو لحقنا اليوم او بكره بنتكلم فيه على الماكسمايز كونفرجن وايه الهدف منه وليه هنشئه في الحساب عندي، وممكن تمشوا على الخطوات وتنشئوا كونفرجن تاكس وتربطوه بالموقع بتاعك. اما اقول كونفرجن، طيب خلينا اوضحها لكم. فرضا انا رايح دلوقتي من الرياض، ماشي، مسافر الى مكه، تمام؟ وانا مسافر الى مكه بمر في الطريق عندي 850 كيلو او 900 كيلو تقريبا، 900 كيلو دول مسار انا ماشي فيه. يمكن في الطريق ده بدخل مثلا ثلاث محطات بنزين، يبقى بدخل استراحه اعبي بنزين، اشتري اغراض مثلا من السوبر ماركت او غيره. فده يعتبر هنا كونفرجن، يعني في محط خط او في نقطه انا توقفت فيها وانا ماشي في المسار بتاعي. بعد 200 كيلو نزلت ثاني وتوقفت في استراحه وعبيت بنزين، بعد شويه نزلت في مكان ثاني ووقفت في البر او الاخر. فده يعتبر كله اكشن انا اخذته وانا ماشي في المسار بتاعي. الكونفرجن هنا ما ديش ده طبعا كتعريف بشكل عام، يعني الكونفرجن اللي هي رحله تتبع المستخدم. نفس الكلام اللي بيقعد يحصل في الموقع عندكم بالظبط. العميل دخل وزار الصفحه اهو، انا دخلت دلوقتي اهوت في المتجر مثلا متجر تمور اهوت، دخلت في الموقع وقاعد اتفرج فيه، تمام؟ بتصفح المتجر واقراه واشوف ال اهوت ده المتجر، انا قاعد اتصفح المتجر اهو بس ما عملتش حاجه. شفت المتجر حلو عجبني شيك، ما خدتش اي اكشن هنا، يبقى هنا ما فيش كونفرجن، يعني ما عملتش لسه اي اكشن في المتجر، انا بس مجرد ان انا زرت المتجر وشفت. طب لما اجي ادخل هنا على منتج اقرا المنتج عجبني كده، دخلت على تفاصيل المنتج. كلمة conversion ان يجي صاحب المتجر ويحط هنا عند add to basket ديت اضافة للسلة،
تمام تاكس حاجه اسمها تاكس واربطه مع التاج مانجر اربطه مع التاج مانجر اهو مجرد ما العميل يضغط على اضافه للسله ده اسمه تحول او كونفرجن تم في الموقع عندي او احاله ناجحه تمام معناته ان انا العميل ده اخذ اكشن لما العميل ياخذ اكشن في الموقع عندي خلاص انا صرت عارف ان الجهاز ده او اليوزر ده خلاص اخذ اكشن عندي في الموقع انا اقدر استهدفه من منصات الاخرى زي سناب زي انستغرام زي تويتر زي غيره وات ايفر يعني تمام لان العميل ده يطلع من الكمبيوتر يروح يدخل من جواله على نفس تويتر يبص يلاقي نفس الاعلان اللي كنت فيه دلوقتي طالع لي اللي بيعمل الكلام ده مين يا جماعه اللي بيعمل الكلام ده عنده حاجه اسمها التاجز التاجز لان انا الزر اللي هو اضافه للسله ده او الزر اللي اسمه سجل الان او اضافه الى السله او اضافه للكارد او بيجين تشيك اوت ان هو يبدا يشتري او يضغط على زر اشترك المزيد ايا كان اي اكشن عندي في الموقع انا اقدر اعمل له حاجه اسمها تاج مانجر اقدر اعمل تاجز واربطه بالزر ده او بالاكشن ده اللي ياخده العميل زي ما قلت لكم دلوقتي انا رايح من الرياض لمكه دخلت استراحه فده يعتبر كونفرجن انا عملته وقفت في المكان ده بعد شويه وقفت في مكان ثاني ففي كونفرجن عملته ده كده الاستراحه دي عرفت ان انا في المكان ده هي نفس الفكره في الموقع رحله العميل دخل في المكان ده وزار اقدر استفيد من الموضوع ده باكثر من حاجه الحاجه الاولى ان انا اقدر اعمل ري ماركتنج كامبين يدخل اي منصه ثانيه يلاقيني يصحى من الحلم يلاقيني في الجهاز يفتح اي حاجه يدخلها يدخل تطبيق تاب تطبيق نب ايمو فايبر اسمه ايا كان ماسنجر هيلاقيني طالع له لان انا عندي حاجه هو خدها عندي في الموقع فانا ماسكه منها ده تاكس تمام ده اللي بيحصل معانا كلنا ولو انا بروفيشنال شويه في التسويق شويه اقدر استهدف اصحابه كمان تمام اللي هو لوك لايك اودينس او غيره او نفس الناس اللي بنفس السلوك وزي ما انا قلت لكم دايما واكد عليها ساعات تتكلم انت واحد في موضوع تدخل الجهاز تلاقيه هو كل ده بيعتمد على التاكس وممكن تغير الجهاز يعني ممكن تدخل من جهازك في المكتب تروح البيت تدخل من جهاز تاني تلاقي حساب نفس الاعلان قاعد يطلع لك سبحان الله انا كنت قبل شويه بدور على اشتري ثلاجه ولا غساله ولا ادوات كهربائيه ولا شاشه تلفزيون تدخل المنصه تلاقيه فده اغنيه والناس اللي هم شغالين في الديجيتال ماركتنج وبيقراوا بعمق موجودين وانا جاي من النهارده فيديو هنزله النهارده ان شاء الله عن التاكس وازاي اربط التاج مع الحملات الاعلانيه وفي فيديوهين موجودين على القناه ايضا ادخلت عليهم هتشوف واضح المصطلح اسمه تاجز المصطلح اسمه تاجز 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 تمام وبعمله من خلال حاجه اسمها التاج مانجر دي منصه تبع جوجل ايضا اسمها تاج مانجر جوجل تاج مانجر والفيديو لما تشوفوه تمام اهوت واسمه بالعربي اهوت تاجز تمام الفيديو لما تشوفوه هتستوعب الموضوع بشكل اكبر ان شاء الله بس هو في مستوى متقدم شويه في الديجيتال ودايما اللي بيشتغلوه اللي بيربطوا التاجز بالمتجر او بالويب سايت دايما بيكونوا اصلا ويب سايت ديفلوبر او مطورين للموقع انت بتربطه بالموقع عندك مره واحده ويصير بعد كده تدير الحملات من خلال الجوجل ادز عندك زي الفل حاضر هبعت لكم الفيديو باذن الله تعالى يا استاذ ياسر هبعت لكم الفيديو اللي بيتكلم فيه على التاج انا عامل ثلاث فيديوهات وواحد مسجله النهارده وهينزل ان شاء الله اتوقع اليوم او بكره باذن الله هيكون موجود في القناه هبعته لكم ان شاء الله اي نفس القناه اللي ببعتها لكم ديت تمام طيب اصحاب العميل اللي هم بيسموهم اللي هم اللوك لايك اودينس اقدر انشئ لوك لايك اودينس هوريها لكم في الفيسبوك خلينا بس ندخل على الفيسبوك واقول لكم ازاي ننشئ واضح طيب نرجع تاني يبقى انا احط هنا اي واحد يضيف للسله بعدين نفس الزائر ده لو راح دخل اي منصه ثانيه هتلاقي الاعلان طالع له في نفس الوقت انا اقدر اعيد استهدافه مره اخرى في نفس الوقت انا اقدر اهم نقطه يا جماعه اهم نقطه من التاكس اهم نقطه ان ممكن اخلي جوجل مش هدفع غير لما العميل يضغط على كلمه اضافه الى السله ونادر ان العميل اللي بيضغط على اضافه الى السله نسبه الشراء عنده بتكون 50 50 يعني لسه لكن لما يروح عند الزر اللي بعد اضافه للسله اللي هو اتمام الطلب وهيبدا يضيف الفيزا ده بيكون نسبه الشراء مثلا 95% خلاص يعني هو الراجل داخل
الحل الوحيد اللي ممكن تمنعه من الشراء اللي هو ممكن يكون الرصيد مش موجود او مش موجود في الفيزا، يضطر يشحن حساب البنك او الى اخره، لكن نسبه الشراء عنده بتوصل فوق 95%. فاقدر ايضا اقول لجوجل ما تدفعش لما العميل يضغط على اضافه الى السله، مش هدفع لما العميل يضغط على اضافه الى السله. ده اللي انا قلته في الفيديو، لو مشيتوا عليه او داتا ديفلوبر اللي شغالين معاه او الويب ماستر اللي ماسك الموقع هيبين لكم الكلام ده كله. كيف اسويها يا استاذ غدير؟ تسال كيف اسويها، موجوده في الفيديو الطريقه، في فيديو مدته ساعه وفي فيديو مدته نص ساعه، لو مشيت عليهم ممكن تعمليها بنفسك ان شاء الله في العمل. تمام، انا اللي عاملها في المتجر، انا اللي عاملها في المتجر وفي موقع لايف في الفيديو، انا مش ديفلوبر يعني مش تكنيكال، لكن بالممارسه الحمد لله في التسويق اصلا، وبقدمها في دوره اسمها اللي هي الادفانسد في الديجيتال ماركتنج، لما ديجي نقدمها ان شاء الله لو حصل ظروف بقينا في دوره متقدمه في التسويق الرقمي، بنقدم دورات في الموضوع ده وازاي ان احنا نبدا نشتغل عليه. هنا في جوجل هنا بقى انا بنفذ الكلام ده فين؟ باجي هنا عند البيدنج واضغط عليها واقول له عايز ادفع بالاستراتيجيه اللي اسمها كونفرجن. تمام؟ اللي العميل يعمل تحول عندي في الموقع، او اعمل او اقدر اشتغل اكون بروفيشنال اكتر كمان واقول له انا عايز ادفع عن طريق اختار البيدنج هنا تارجت سي بي اي، تارجت سي بي اي. لما يجي يقول لك سي بي اي معناته كوست بير اكشن، كوست بير اكشن، كوست بير اكشن او كوست بير اكوزيشن. تمام؟ سموها اكشن او اكوزيشن، اللي هي تكلفه استهداف العميل او تكلفه الاستحواذ على العميل. اختار تارجت سي بي اي، تمام اهيت، واقول له التارجت سي بي اي عندي هدفع 20 ريال، ما عندي مشكله، لان انا هحط السي بي اي عندي هنا او الكونفرجن عندي هنا على العميل اللي هيضغط على اضافه للسله. يبقى كده هيصير اعلاني، انا مش هخسر فلوس على الكليك على الفاضي، يعني انا الاول لما بقول ماكسمايز كليك انا بشغل الحمله وبقول له ادفع وخلاص. اي واحد يضغط على اللينك ادفع. لكن لما اقول له تارجت سي بي اي معناته او ماكسمايز كونفرجن اهوت، ماكسمايز كونفرجن، تمام اهوت، تمام، يبقى هدفع مقابل النقر على العميل. كام الكونفرجن؟ سوري سيف، هو الاول بشغلها واقول له ماكسمايز كونفرجن واسيبها لمده 7 ايام او 5 ايام، وبعد كده برجع تاني اكون هو حدد لي جوجل بتشغيل الاعلان كام القيمه. اقول له انا سيت تارجت كوست بير اكشن، يعني كل اكشن يتم عندي في الموقع قيمته 5 ريال، كل واحد يضغط على اضافه للسله انا مستعد ادفع له 5 ريال، لان ده صار عميل محتمل، مش هدفع لاي حد يدخل عندي الموقع وخلاص ويمشي. ده معناته واضح؟ ده معنى الكلام ده اللي انا بقوله لجوجل، ما تدفعش الا لما العميل ياخد عندي اكشن اهو، والاكشن بتاعي قيمته 5 ريال. الكلام ده فين هنا في جوجل؟ بنزل تحت شويه في الاعدادات، واجي هنا في الكونفرجن ليفل دي شايفينها اهيت، كونفرجن اهو، تمام اهو، تضغط عليها واقول له كونتينيو. انا ما حفظناش حاجه على فكره هناك، بضغط عليها وبختار الكونفرجن عندي، واقدر اختار حاجه من دول، يعني عمليه تثبيت التطبيق مثلا في الحساب ده موجود حاجه اسمها عمليه تثبيت التطبيق، يعني مش هدفع لما الناس تضغط على الكونفرجن بتاع تثبيت التطبيق. ويب سايت سيلز ده كونفرجن عندي انا ضايفه في الموقع، وهكذا. تقدر تضيف في كل حاجه عندك في الموقع كونفرجن خاص بيك علشان ما تدفعش الا لما العميل ياخد اكشن عندي في الموقع. هوريكم حساب كده على السريع في كام كونفرجن احنا شغالين عليهم. زي كده مثلا. اي طبعا اشتغل عليها جدا، ما فيش حمله نشتغلها الا من خلالها اصلا. تمام؟ عشان اجيب الكونفرجن لازم نضغط على التولز، وده مستوى في التسويق الرقمي طبعا يا جماعه. انتوا لما دلوقتي اخذتوا المفاتيح البدائيه تمام، وازاي ان انا انشئ الحملات، لكن الموضوع جدا اذا قراتوا وبداتوا تطلعوا عليه هتبداوا تبدعوا في الحملات وتحققوا اعلى مبيعات وباقل تكلفه. تمام؟ خلوا عندكم المثل ده، احتاج اوصل لاقصى عدد من المبيعات باقل
تكلفه. اهو اسمه كونفرجن اهوت، انا بضغط عليه في عندي في موقع معين كم كونفرجن. خلينا نضغط على سيلكت اول كده ونشوف العدد 52 كونفرجن اهو، 52 كونفرجن اكشن. يعني اي واحد هياخد اي اكشن، لدرجه ان احنا ساعات نطلع له في الحلم، يعني يحلم كده وهو نايم يلاقينا طالعين له كمان، مش بس في منصه واحده. طبعا كل ده ليجل ورسمي ومفيش اي مخالفه على الامور دي خالص، احنا شغالين حملات تسويق. اي واحد ظهرني بطلع له في اي مكان، خلاص طالما دخل مره الموقع عندي هيلاقيني بعد كده في اي مكان شغال. عندي مواقع وحسابات فيها 160 وفي حسابات فيها 260 اكشن بيتم في الموقع، تمام؟ فكل حركه بيعملها العميل عندي بتتصرف، لان انا باجي بعد شويه انا عايز اقول للناس اللي زارت، لو انا متجر مثلا مواد غذائيه وملابس، عايز ازور الناس اللي زارت كسب الاطفال، الناس اللي زارت ملابس النسائي، ملابس الرجالي، عايز الناس اللي راحت وضغطت على زر شراء الان في اجهزه الجوال، دول عملاء محتملين. نزل اصدار جديد من الجوال بعرضوا عليهم. طب الناس اللي اشترت الجوال ما عادش محتاج جوال، ما استهدفوش، ما قعدتش انفق عليه ميزانيه، خلاص اعمل له اكسكلود من الحمله او استبعاد من الحمله. لكن انا محتاج اسوق عليه، والله راجل اشترى ايفون اكس بال 11 برو ماكس، محتاج اسوق عليه دلوقتي مقطور، محتاج اسوق عليه وهكذا. فالكونفرجن علم كبير، وكل ما تتمكن فيه كل ما تتمكن في التسويق الرقمي. بس النهارده قاعدين نتكلم على الدرايف والديسبلاي اد 360 ووصلت لابعاد كبيره جدا وباحترافيه كبيره جدا، وهو ازاي ان انا احول الزوار الى عملاء. ده برضو انا عامل سلسله فيديوهات ان شاء الله هبدا اطرحها بعد شويه، اللي هي ازاي تحول الزوار الى عملاء. لان الواحد مجرد ما مر عليك في الموقع خلاص هو زائر، لكن كيف احوله عميل؟ واضح؟ طيب في اسئله ثانيه في جوجل؟ احنا كان حد طلب حاجه في جوجل، معلش ذكروني لان انخرطنا في كونفيجن ونسيناها. كان ايه؟ ايوه اتفضل معاك المايك. اللي رفع ايده معاك المايك. حد رفع ايده يا جماعه؟ طيب لسه في جوجل بس؟ لا، حد عنده استفسار في جوجل قبل ما ننتقل الى الفيسبوك؟ فيش، خلصنا كده جوجل. زي ما قلنا، يبقى انا كان هدفي واللي دخلنا في البيكسل او في الكونفرجر ان انا عايز انشئ حملتي، يبقى اختار ماكس كليك دلوقتي او كليك، واحدد الكليك نص ريال عشان الحمله تشتغل معايا اذا مش مربوط بالموقع. طيب بس باجي انواع الحملات. انواع الحملات، طيب حاضر، ايوه دي اللي كنت هنساها. طب هنتكلم دلوقتي على انواع الحملات يا جماعه. اما بنيجي ننشئ حمله عندنا في الحساب بتاعنا، ماشي، خلينا نشتغل بنفس الحساب، انا كده كده مش هنفس الحمله. بضغط على البلس وابدا اقول نيو كامبين. طيب انواع الحملات في جوجل اهو، ديت يسموها اللي هي الجولز او الاهداف بتاعتك اللي انت عايزها من جوجل. طبعا هو هنا دولت بيساعدوك كمبتدئ في انشاء الحملات، ان هو بيدي لك اضافات او خيارات محدده من عنده جوجل. انت دايما زي ما بدانا من الاول اختار حمله بدون هدف عشان تكون كل الخيارات عندك. دي انواع الحملات في جوجل. حملة السيرش اللي هي حملة البحث، حملة البحث ان العميل يبحث عني يلاقيني. حملة الديسبلاي اللي هي حملة البانرات او الصور او مقاطع الفيديو اللي بتطلع كعرض على عند شبكات طرف ثالث او شركاء جوجل، اللي هم زي ما سميناهم امبارح زي المنتديات، زي التطبيقات، زي قنوات اليوتيوب، الفيديوهات البانرات بتطلع في اليوتيوب او الفيديوهات وهكذا. دي يسموها حملة ديسبلاي. كلمة ديسبلاي يعني عرض، معناته حملات أو بانرات بتطلع في موقع طرف ثاني. شوبينج اللي هي حملات التسوق، اللي هي بتكون موجودة عبارة عن صورة للمنتج والسعر ومن الشركة اللي قاعدة بتقدمه زي ده كده.
جيت ابحث عن مثلا ملابس رجال مثلا، هتلاقي اهو هتلاقيهم طالعين لك على اليمين زي كده في الكمبيوتر، او ساعات يطلعوا لك هنا فوق بشكل افقي. دي بيسموها حملات تسوق، سبونسرد ادز زي ده كده، طلع لك المنتج، طلع لك سعره، طلع لك مين اللي الميرشنت اللي بيقدم الخدمه دي. ده بتنشئه برضو من خلال حاجه اسمها ميرشنت اكاونت على جوجل، وتقدر تضيف فيه المنتجات وتشتغل على زي ده مثلا سبورت زي ده وهكذا. تقدر تشوف كتير، نقدر نقول مثلا بيتزا مثلا، مفيش حملات طرح في بيتزا. طيب ملابس، هدايا او العاب اطفال مثلا، دول دايما يطلعوا لك فيها كتير ناس برضو. دي الحملة اللي بيسموها شوبينج ادز او اعلانات التسوق، قوية في المبيعات، مؤثرة، أداها عالي وتكلفتها جدا قليلة ومبيعاتها جدا حلوة. عندي حملات شغالة منها هي اسمها حملات تسوق، شايفينها اللي هي ديت. ناخد آخر 30 يوم مثلا، تمام، إعلانات شوبينج أهي شايفينها إعلانات الشوبينج. تخيل الإعلان بتاعي اسمها إيه يا بيبي، يعني هنا اسمها زي ما احنا شفنا امبارح الفيديو والسيرش، ديت نوعها شوبينج. الإمبريشن فيها زي ما انتم شايفين 566 ألف، يعني تقريبا أكثر من نص مليون. الانتراكشن منها 11991 كليك تموا على الحمله ديت. الكوست بير كليك 7 هللة، جدا قليله. الحمله تكلفتها عليا 892 ريال. الكونفرجن فيها 13900. تخيل حمله بالوضع ده والمواصفات دي يا جماعه، 800 ريال وصلت شافك 500,000 شخص، رقم 566. تفاعل معاك كام؟ تفاعل معاك 11,900، 12,000 شخص، تكلفه 800 ريال، جدا قليله، واعلان مؤثر وبيحقق مبيعات بشكل قوي جدا، تمام. بس هو مرتبط بمنتجات، يعني لازم يكون منتجات ببيعها زي كده، يعني لازم يكون منتجات، ما يكونش خدمة، يعني ما يكونش معهد بدورات أو ما يكونش مركز طبي بيبيع حجوزات، لازم تكون بضاعة عند طرف تالت، تمام؟ وإن شاء الله برضو ممكن نعمل كورس عنها بإذن الله قريبا، اللي هو جوجل ميرشنت أكاونت وإزاي تنشئ حملات الشوبينج، لأن هي جدا برضو مور ديب، يعني تفاصيلها وإنشاء الميرشنت أكاونت والأبروف للأيتيمز والكلام ده كله تاخد وقت ومعقده شويه. ان شاء الله نلتقي فيها باذن الله في دورات قادمه باذن الله. جدا كويسه وادائها عندك عالي، الكونفرجن ريت فيها عندك يعتبر 109%، برضو جدا قوي. واضح؟ طيب ده النوع التالت. بعد كده انا بركز لكم على الحاجات اللي جدا بتهمكم بس، ودي اللي ببدا احاول اجيب لكم امثله عليها. بعد كده النوع الرابع اللي هو الفيديو، واحنا عارفين الفيديو معناته ايه؟ اعلان فيديو، مشاهدات اللي احنا عملناه ده، اللي هو ازاي ان انا اخلي فيديو على اليوتيوب يبدا يجيب مشاهدات، او الفيديو على اليوتيوب اللي يضغط عليه يروح على الموقع بتاعي، تمام؟ الاب هو حمله تحميل تطبيق، حمله تحميل تطبيق، تمام؟ احنا شفنا الفيديو، شفنا الشوبينج، شفنا شفنا السيرش، الفيديو، الشوبينج، الديسبلاي. شفناها في البنرة لما دخلتكم أول يوم في منتديات الشريف مثلا، أو صحيفة صبك مثلا. عارفينه ولا أعيده ولا لازم تشوفوه يا جماعة؟ عارفينه؟ طيب ممتاز، توكلنا على الله. طيب بعد كده السمارت كامبين اللي هي حمله سمارت، ان هي هدفها بتودي الناس الى الماب بتاعك، الخريطه او اللوكيشن اللي انت موجود فيه. الميزه فيه ان هو بيبدا يطلع في كنتيجه البحث في الماب ويقول لك سبونسرد عليه، تمام. ده معناته حمله سمارت، ودي قويه جدا، بتزور للناس عندك على الموقع بتاعك، يعني تقدر تخلي الناس تتصل بالتليفون او تزورك في
في المتجر بتاعك اللي هو الفرع او المحل او المول اللي انت بتسوق له. الديسكفر ده هي عباره عن اعلانات بتظهر في اليوتيوب او في الجيميل كبانرز، لما تدخل عليه كده تظهر على اليوتيوب او الجيميل كديسكفري اد. لما ندخل حسابنا في الجيميل من الجوال تلاقي بعد شويه كده ادز وطالع بانرز، ثم يضغط عليه يوديك على موقع العميل. واضح؟ دي انواع الحملات في جوجل. بعد كده عايزين ايه تاني؟ لسه باقي شيء تاني في جوجل؟ طيب ممتاز واضح تمام. طيب بعد كده هنخش على الفيسبوك واوريكم ازاي بننشئ الجمهور. طبعا كل المنصات بتاعتنا يا جماعه، خلينا ندخل على الفيسبوك منصة الإعلانات. إدارة الإعلانات. نفس الكلام اللي أنا بوريكم هنا في الفيسبوك موجود أيضا في بيمشي على انستجرام، موجود أيضا بيمشي على سناب شات أيضا موجود فيه. تمام؟ مع اختلاف طفيف جدا في المسميات يعني. خلينا ندخل على حساب الإعلان اللي كنا شغالين منه امبارح. تمام. تقدر طبعا من الاد مانجر تدخل على اداره الجمهور وتشتغل عليه، وعشان ما نعجلكش اكتر انت وانت بتنشئ الحمله، طبعا الخطوات كلها انتوا عارفينها وموجود الفيديو ليها كريفرنس ليكم لو حبيتوا ترجعوا ليه. وانا بنشئ الحمله اهوت، اخترت نوع الحمله بتاعتي وليكن زيارات. تمام. محدش ياخد تحويل لما يكون عندك كونفرجن في الموقع. اخترنا الزيارات اهوت او تفاعل او ايا كان الحمله، واخترت متابعه وجيت هنا عند الجمهور. يعني خلي بالك من الكلام اللي جاي دلوقتي اللي هو عند الجمهور. في انشاء الجمهور حمل بس معانا. ايوه هنا. في انشاء الجمهور شايفين هنا حاجه اسمها انشاء جديد. دي انشاء جديد. مش هكتب هنا في انشاء جمهور جديد، هضغط على الزر ده اللي هو الصغير ده باللون الازرق اللي انا بحطه باللون الاحمر ده، انشاء جمهور. سؤال استاذ نور، ايش الفرق بين حمله اعلانات لمنتج وانشاء صفحه المنتج وكيف استفيد من صفحه الوكس؟ طيب هنرجع للسؤال ده بس خلينا نخلص الجمهور هنا وهنجاوبك على السؤال ده. هضغط على انشاء جديد اهو، واختار جمهور مخصص. جمهور مخصص. تمام. والجمهور المخصص ده فيه جمهور مشابه اللي كان بيقول لك اصحاب الاصحاب او الناس المتشابهين في نفس السلوك، ده اللي هو الجمهور المتشابه بيسموه لوك لايك اودينس. تمام. انا دلوقتي عايز انشئ جمهور مخصص الناس اللي زارت صفحتي في اخر اسبوع مثلا، او عايز انشئ جمهور للناس اللي زارت صفحتي في اخر اسبوع. هنشئه ازاي؟ هنضغط على انشاء جمهور واخد جمهور مخصص. طبعا ده يمشي على انستجرام ويمشي على الفيسبوك، وموجود نفس الكلام ده في سناب شات في الاودينس، تقدر تلاقي نفس الكلام موجود. هنا المصادر اللي انت عايزها ايه؟ استخدام المصادر الخاصه بيك. المصادر الخاصه بيك اللي هي هنا موقع الويب، الناس اللي زاروا سعادتك في الموقع بتاعك اخر فتره، يعني دول اللي زاروا صفحه الهبوط بتاعتك. قائمه العملاء، يكون عند سعادتك قائمه جوال او ايميل لعملاء موجودين فيها 10,000 وانا عايز اودي الاعلان بتاعي على الانستجرام للناس دي. تمام. ثم من الجمهور المخصص ده 10,000 طلع لي منهم 6,000 مثلا يستخدموا انستجرام، اقدر اوجه الاعلان بتاعي زي ما نقول اللي هو للجمهور المشابه ال 5,000 دول، او معناته ان الناس اللي تشابههم في نفس السلوك او في نفس الشراء. تمام. نشاط التطبيق، انا عندي تطبيق وعايز اشوف اجيب جمهور من اللي هيستخدموا التطبيق واجيب اصحابهم او اللي بيتشابهوا معاهم في نفس السلوك او نفس الاهتمامات. تمام. ده نشاط بالاتصال اللي هو بيكون خارج الاونلاين. تمام؟ طيب. وهقدر استخدم مصادر الفيسبوك
ايضا اقدر استخدم فيديو الملف الشخصي على انستغرام. فرضا هنا انا عايز استخدم مسار، طبعا الباقي واضح لكم، صفحه فيسبوك، تحول العملاء، النموذج اللي انا انشاته قبل كده او غيره، الباقي واضح لكم كمسميات يعني بالعربي. طيب معلش نستريح شويه في الفتره الاخيره علشان الوقت، نحاول نغطي قدر الامكان كل الاسئله. فرضا انا عايز الناس اللي زارت الملف الشخصي على انستغرام بتاعي، الناس اللي زارتني، واجيب الناس اللي متشابهين لهم في السلوك، اضغط على الملف الشخصي اهوت على انستغرام اهوت، اي واحد زار الصفحه بتاعتي تمام، واحدد له هنا الصفحه بتاعتي اهيت، الناس اللي زارت الصفحه، واختار اي حساب انا عايزه من دولت مثلا اهوت تمام. اي واحد تفاعل، كل من تفاعل مع النشاط التجاري اخر 365 يوم، طيب عايز استهدف الجمهور ده اوكي تمام، تأمين تضمين المزيد من الاشخاص، او تفاعل مع الحساب ده مثلا، او واعمل تضيف لكل اللي انا عايزه، او تضمين المزيد من الاشخاص، الناس اللي تفاعلت مع الحساب، كل دي حسابات الانستغرام مثلا معايا زي ده مثلا، حسابات دي كلها حسابات الانستغرام في البيزنس اكاونت عندي، يبقى اي واحد يتعاون مع الحساب ده او مع الحساب ده او مع الحساب ده انشور، واسميه هنا تيست يونيو 2020 تمام، عشان بس ابقى عارفه بعد كده تيست دوره يونيو 2020. يبقى كل الناس اللي تفاعلت مع حسابي في الانستغرام، ونفس الكلام تقدر تقول كل الناس اللي تفاعلت مع صفحتي او الفيسبوك عندي او غيره. بعدين اقول له ايه؟ انشاء. بعدين انشاء. ده كده الجمهور المخصص. كده الجمهور اللي ايه؟ المخصص. يبقى انا اخترت الناس اللي تفاعلت مع الحسابات بتاعتي في اخر 365 يوم. طيب عايز اقول انشاء جمهور مشابه، مشابه يعني انشاء الوصول الى اشخاص مشابهين للجمهور الذي انشاته الان من خلال انشاء جمهور مشابه. عايز انشئ جمهور مشابه في السلوك، في الاهتمامات وهكذا، يبقى اختار جمهور مشابه. وهنا بحدد مصدر الجمهور اللي هو تيست دورة يونيو، الناس اللي زاروا الملفات الشخصية في الفترة ديت، البلد لازم اختار هنا دولة كاملة يا جماعة، اختار البلد هنا مصر، اختار البلد السعودية تمام. تمام السعودية. واقدر اقول له هنا كمان السعودية خلاص. عايز درجة التشابه، عدد الجمهور المشابه، درجة التشابه معاك من 1 لحد 10، كل ما من 1 لحد 10، من 1 يعني كلهم متشابهين في نفس السلوك، يعني انا الشام معايا تليفون بشتري من عند زرت الملف الشخصي لمطعم ايا كان بلاش مسميات، اللي هيطلع هنا لو اخترت واحد يبقى واحد زي نفس مواصفاتي واشترى، لو انا اخدت رقم 2 هياخد درجه تشابه اكتر مني، يعني انا باكل بيتزا شاورما من مكان فلاني وهكذا. طب انا كمان بعمل ايه؟ انا كمان برضو والله بلبس ملابس مثلا بروح سنتر بوينت، يبقى هيجيب برضو تشابه اكتر وهكذا. حاول قدر الامكان عندك من 1 الى 10 تقدر تاخد درجه التشابه في الاشخاص من 1 الى 10 بالبلدي كده بره الفيسبوك، يعني عايز ناس تكون درجه التشابه بينهم 1 2 3 4 زي ما انت. بعدين اقول له انشاء جمهور خلاص، ده كده اللي هو يقدر يستهدف اصحاب الاصحاب. ما فتح معايا لان ما في انستغرام، لازم يكون في رابط، طبعا لازم يكون في رابط انستغرام موجود، او تقدر تستهدف عملائك في الفيسبوك، يعني احنا زي ما انشانا هنا جمهور، هو كده جمهور اسمه تفاعل مع حساب انستغرام، لو تلاحظوا احنا انشانا اهوت تفاعل مع حساب انستغرام اهوت، والجمهور المشابه ليه من 1 الى 10% تشابه ما بينهم تمام. واقدر هنا بعد كده احدد بقى الدوله اللي انا عايزها بقى في الجمهور بتاعي، الدوله اللي انا عايزها السعوديه، ما عدتش بقى مرتبط هنا بمكان محدد، اقول مثلا الرياض بس مدينه محدده زي ما انت عايز وتبدا تشتغل عليها. بس اهم نقطه يا جماعه، اهم نقطه في موضوع الجمهور، الجمهور المشابه لازم تكون ميزانيتك كويسه ضخمه، الحمله تشتغل اقل شيء على ما تاخد اداء وتحسن معاك وتبدا تجيب بشكل كويس لازم 7 ايام، مش لازم اجباري قانوني، لكن اقول لك انا عشان تحسن اداء وتنحول من ليرنينج الى مؤهله وتبدا تجيب معاك وتقيس الاداء بتاعها، انا شخصيا احط لها 100 دولار واسيبها 7 ايام وبعد كده ابدا اعدل عليها واشوف الاداء واعمل لها تحسين، مش من يوم واحد بيكفي. لان اولا الحمله تاخد 24 ساعه لما المجموعه الاعلانيه تبدا تتكون والسيستم بتاع جوجل او سناب شات يبدا يكون الجمهور بتاعه. ويبدا يحدد يقول لك مثلا والله طلع جمهور متشابه مع الجمهور اللي انت اخترته الاساسي اللي تابعه انستغرام الحساب كذا كذا كذا، طلع 10,000 او 20,000 او 100,000. واضح؟ واضح يا جماعه؟ اللي بعده.
نخش في الاسئله. ايش الفرق بين حملات اعلان لمنتج وانشاء صفحه لمنتج، وكيف استفيد من صفحتي باكس حد؟ شوف صفحه الهبوط يا جماعه، ما بنقول لك دايما كلمه لاندنج بيج. لاندنج بيج اللي هي صفحه للعميل، اللي العميل نزل عليها، حتى وسموها لاندنج بيج، زي الطياره كده، ما تيجي تعمل لاندنج فبتنزل في المدرج، تمام؟ فما بقول لك لاندنج بيج يعني العميل شاف اعلانك ضغط راح على الصفحه. الصفحه ديت هي الاسيتس او الاصول بتاعتك اللي انت تقدر تستفيد منها اكثر استفاده، ان تحط فيها التاجز، تحط فيها البيكسل، تحط فيها اناليتكس، تحط فيها كل شيء، لان اللي زار الصفحه ده هي تعتبر داخل عندك المحل او المعرض. مثلا انت بتبيع خدمه او بتسوي خدمه اونلاين، انا بعتبرها في الاخير معرض، هو الراجل ده عندك بريكلين، انت بقى تعرض عليه، طب خد ديت، طب المنتج ده، زي ما بيحصل بالظبط في المحل. تروح واحد يشتري جوال، لا معلش ده التليفون ده احسن، طب حاول تجرب ده، طب بلاش التليفون، طب خد المنتج ده، تبدا تعرض عليه. نفس الكلام هو ده اللي بيحصل في الاوفلاين، هو ده اللي احنا قاعدين الناس يعملوه في الاونلاين، واحنا متاخرين جدا فيه على فكره، كل العالم سبقنا فيه. فبيبدا يعرض عليه، اشتري دي المره دي، طب انا عندي خصم خاص، طب كذا، طب المنتج. وده اللي هو بيسموه تسويق بالسلوك برضه، وخلاص مسكت العميل من خلال التاجز ودخل عندي، ابدا اعرض عليه الخدمات الاخرى. صفحه الهبوط كل ما كانت ملكك انت احسن، تقدر تشتغل عليها ويكون معاك مبرمج محترف او متمكن او ويب ماستر متمكن من الاي سي او، من التاجز ومن الاشياء دي كلها، تقدر انت تدي له الهدف بتاعك وهو ينفذه لك برمجيا على الموقع. واي شيء تحتاجوه في اجهزه زي كده ان شاء الله الشباب في الجروب وانا معاكم مش هنقصر معاكم. كل ما يكون الصفحه ملكك احسن. اما وديها على فيسبوك برضه بقدر استفيد منه، بس في نطاق ضيق، لو انت في فيسبوك او انستجرام. لكن لو صفحه هبوط خاصه بيا x.com اقدر استفيد من الجمهور اللي بزورها في الفيسبوك، في انستغرام، في تويتر، في لينكد ان، في سناب شات، في اليوتيوب وهكذا. ما انفتح معي لاني ما في انستغرام. هل لازم يكون في انستغرام استاذ ياسر؟ اكيد لازم يكون في حساب انستغرام عندي. طيب بعد كده خلصنا انستغرام، خلصنا عرفنا عن ايه انشاء الجمهور المشابه. نفس اللي قلته في الفيسبوك موجود في سناب شات، موجود في غيره. اوريكم في سناب شات. مشكلة الانستجرام ايش اعمل فيها؟ مشكلة الانستجرام انا صراحة لحد الان مش فاهمين هي ايه في الجروب. معلش انا من بعد الظهر كنت ميتنج ما شفتهاش، فيا ريت تنشروها في الجروب تاني، تعملوها بس ريفريش في الجروب عشان نشوفها معاكم على الشات. ومعانا الاخ ابراهيم والاخ مشاري في الجروب ان شاء الله بيتجاوبوا معاكم وانا معاكم فيها ايضا كمان. ونحاول نحلها باذن الله، بس خلينا نعرف هي ايه. عندي هنا الاودينس، شايفين ايات في سناب شات. الأودينس أقدر أنشئ أقول له نيو أودينس، كاستم أودينس أو لوكال لايك أودينس. كاستم أودينس يعني جمهور، لوكال لايك أودينس اللي كان شفناه قبل شوية جمهور مشابه. كاستم أودينس اللي أنا أقدر أنشئ جمهور ويب سايت ايفنت، يعني تفاعل مع الموقع عندي في شيء محدد، في شراء، انا مركب بيكسل للسناب شات عندي في الموقع، فده يعتبر تفاعل مع الجمهور عندي. كاستمر ليست قائمه عملاء عندي جوال او ايميل ليهم اقدر استهدفهم من السناب شات. موبايل اب ايفنت عملوا اكشن مع الموبايل ابلكيشن عندي. اد انجيجمنت تفاعلوا مع اعلان محدد عندي. انا انشات حمله قبل فتره وصرفت عليها مليون ريال وجابت 10 مليون ولا 20 مليون امبريشن، او في الاخر عملوا سوايب اب منها 3 مليون، اقدر استهدف 3 مليون دول بس من خلال اد انجيجمنت. كاستمر ليست، لسته العملاء. ويب سايت ايفنت، حدث محدد زي اللي قلناه قبل شويه اللي هو كان اسمه ايه؟ زي اللي قلناه في المتجر كان ايه الحدث؟ حد يجاوب معانا؟ الاخ ياسر بتاع المهام الصعبه، ايه الايفنت اللي ممكن اعمله عندي في الموقع؟ زي اللي شفناه قبل شويه اللي هو
ايه الناس نامت ولا ايه اللي حصل يا جماعه؟ رحتوا فين؟ زي ده يعتبر كاستم ايفنت. تمام، ده كل الناس اللي ضافت للسله هستهدفها تاني لان هكبر الشعر عندها عاليه او الدم بالمنتج عندها عاليه. واضح؟ ان انا احط تاكس على مظبوط. الله ينور عليك، بس انت جبت المسمى، انا كنت عايز الهدف الاخير بالظبط. تاكس على اضافه للسله. تمام، تاكس على اضافه للسله او تاكس على اللي دخل عندي اتمام عمليه الشراء. شايفين زي ده كده دخل عند السله وضغط على اتمام عمليه الشراء، انا عايز تاكس عند الناس دي بس. تمام، وهكذا. طيب كده اتوقع غطينا كل الاسئله. حد عنده سؤال لسه في راسه يا جماعه؟ طيب باقي اخر شيء بس 5 دقائق اللي هم جوله في جوجل اناليتكس عشان بس نعرف يعني ايه تاجز والكلام اللي قاعدين نقوله الغريب ده. هندخل على جوجل اناليتكس. السؤال يقول وين يطلعوا لي اللي هسوي لهم التاجز؟ كل منصه فيها، كل منصه من المنصات، يعني زي في الفيسبوك في سناب شات انا بشتغل من كل داخل منصه. في سناب شات هاخد ويب سايت ايفنت، الناس اللي ضغطوا على الايفنت عندي في الويب سايت، يعني اقدر انا استهدف انا رابط سناب شات البكسل بتاع سناب شات مع الويب سايت عندي اهو. شايفين اهوت كل منصه اسمها سناب بيكسل. فيسبوك في حاجه زيها اسمه فيسبوك بيكسل. تويتر، جوجل نفس الكلام، جوجل تراكنج بيكسل. تويتر نفس الكلام. تمام، حتى لينكد ان، فده كل منصه فيها حاجه اسمها البيكسل. انت بتتعاملي مع الديفلوبر اللي عامل لكم الويب سايت وبتقول لك عايزين نركب بيكسل للناس اللي هتضغط على زرار اضافه للسله، شراء الان، تسوق الان، سجل الان. هو بيكسل كود برمجي بسيط بياخد المبرمج يركبه في المتجر عنده. بيكسل سيت اب الكود ده هو بيقدر يركبه في المتجر. فهو شغله مش تبع التسويق يا جماعه، عشان بس ما تعجلوش نفسكم وتقولوا صعبه. اهو باخد نسخه كده وابعته له واقول له روح اتفضل ده الكود ركبه لي، وانت بتركب الكود حط لي هنا على ايفنت على دي. اهو خلينا نشوف المتجر ده اهو. خد اتفضل ركب لي البكسل ده في السناب شات على المنتج، على الناس اللي تضغط على اضافه للسله. يعني نيجي هنا في منتج معين اسنان مثلا، عايز ابتسامه اليود مثلا، ركبه لي هنا على اللي يضغط على اضافه للسله. ركب، عايز زرار هنا على اللي يضغط على اتمام عمليه الشراء، عايز زرار عند اللي يضغط اضافه للسله بعدين يجي هنا عند السله اتمام عمليه الشراء. ركب لي برضو ايفنت هنا على اللي يجي يضغط على الدفع الان. هنا ركب لي هنا بيكسل على الحته دي، بيكسل على كلمه اشترك. تمام، بيكسل على اتصل بنا. انت بتدي المبرمج هو بيشوف شغله في الموضوع ده عشان ما تعقدوش نفسكم بالموضوع كتير. واضح؟ ربط مثل الاكسل هايبر لينك مثل الاكسل مع الفيجوال بيزكس حاجه زي كده يا استاذ، بس انا وضحتها اهوت في الجواب. فانا لما بربط الكلام ده والمبرمج بيخلص يقول لي كله تمام عندك. وهنا في الفيديوهات متكلم عنها، لو شفتوها كمان هتقدروا تستوعبوا الموضوع بشكل اكبر. الفيديوهات اللي في القناه برسلها لكم ان شاء الله. واضح؟ بعدين ابدا اكون منهم جمهور، وبعد ما اكون ما يكون عندي ايفنت باجي هنا في الاودينس اهوت، الكلام اللي قلناه قبل 5 دقائق في الاودينس، وابدا اقول نيو اودينس، كاستم اودينس، واختار ويب سايت ايفنت اهو اهو، وهقول له الناس. بعد كده ما بكمل بقول له الناس اللي ضغطت على ايفنت اسمه سوق الان، اشتري الان. شفناه هنا وشفناه دلوقتي معاكم في الفيسبوك اللي اتكلمنا عنها هنا في الفيسبوك، اللي هي جمهور متشابه لحسابي. وضحت الفكره؟ وضحت؟ اللي عايز اقول لكم يا جماعه وتاكدوا منه ان انتوا كده في التسويق الرقمي، كل الحاضرين معانا، انت بديت في التسويق الرقمي. انت بديت. لكن
يحتاج كل يوم تتمكن وتتعلم وتطور نفسك وتقرا في التسويق الرقمي. زي ما قلت لكم مقولة كوتلر، تتعلم التسويق الرقمي في يوم لكن تقعد طول عمرك علشان تتقنه. كوتلر اللي هو ابو التسويق يعني. فانت بديت لكن كل يوم بتطور. مش لازم تكون عارف كل حاجه، مش لازم، وما تعجلوش نفسكم بالموضوع ان لازم اكون متقن بكل شيء. مفيش حد، احنا كلنا بنركب السيارات بس لو عطلت مننا بنروح للورشه فيها. فمش لازم ان اكون انا اكون اعرف اصين واعرف اكون كهربائي، لا انا بس مجرد ان انا ابدا اقود الدفة بس لازم اكون فاهم. مش عيب ان اكون مش عارف، لكن لازم اكون عارف هدفي في راسي ان انا عايز اوصل له، وعايز اشتغل بنظام اقول للمبرمج انا عايز اللي يضغط على الزر ده اعرفه، ده اعرفه، اكون جمهور منه. ولازم يكون فريق. احنا في الشركه عندنا فريق، فريق كام متكامل، مبرمج، مصمم، مطور، واحد متخصص في التحليل، واحد متخصص في اداره الحملات، واحد متخصص في الكونفرجن، فموزعين بعض كلنا مع بعض نكمل بعض. لكن واحد لوحده مننا ما يقدرش يعمل حاجه لحاله، فلازم نستعين ببعض ونحاول نتعاون. عندي استفسارات، ربط امكانيه التواصل عبر الواتساب، اكيد ان شاء الله اي شيء بتوصلوا عليه في الجروب موجود، في اخبارنا موجود، في انجوالي موجود معاكم في الجروب، اي شيء استفسار احنا بالخدمه معاكم. الحضور في شهاده لهذه الدوره، لا انتوا حضوركم معانا هو احسن شهاده، احسن شهاده، لان انتوا طلعنا الان احترفنا التسويق الرقمي. الجماعه اللي معانا الان وكانوا موجودين في الدوره السابقه عملوا متاجر معانا وتحولوا النهارده ان هم يقدروا يشتغلوا في التجاره الالكترونيه وعملوا متاجر ما شاء الله وقدروا يسوقوا ليها. دلوقتي اتوقع تقدروا تسوقوا ليها واحنا معاكم سبورت لكم في اي وقت. الحضور هو علم، ثقافه، اتعلمنا، استفدنا، ده احسن من الشهاده. طيب باجي بس جوله في جوجل اناليتكس عشان نبقى فاهمينه، لان ده يعتبر هو القلب النابض في التسويق الرقمي، ضروري جدا تكونوا شغالين عليه. وده حته اوفر في الدوره. انا قلت لكم النهارده ان شاء الله هنحاول نكافئكم ونعاقبكم بالتاخير، وده هنتكلم فيه في 10 دقائق بالكثير يعني، مش هنكتر اكتر من كده. وننهي الدورة. عندي اللي هو جوجل اناليتكس، ادوات تحليل جوجل. ادوات تحليل جوجل يا جماعه دايما اقراوا عنها كتير وتشوفوا عنها. وان شاء الله عملنا كورس بعد كده او فيديوهات هننشرها لكم وهنبدا نبعت لكم عنها يعني. اللي هي بقدر من خلالها اعرف من اللي زارني ومن اللي اشترى من عندي ومن الكلام ده كله. فهناخد مثال دلوقتي على متجر عندنا مثلا. ناخد على المتجر اللي فتح معنا اللي هو متجر توكا ستور ده، تمام؟ متجر توكا ستور. على فكره المتجر ده بتاع اسمه توكا ستور بتاع بنتي في جريد 6، وهي حضرت معانا الدورات التسويق الرقمي اللي كنا عملناها في رمضان وفي شعبان. كانت تحضر معانا الدوره وطلعت سمعت الفيديوهات وبدات تنفذ وتنشئ المتجر في جريد 6، تمام؟ وبدات ما شاء الله تحط المنتجات اللي انتم شايفينها فيها ديت، اختارها من خلال علي اكسبريس. دي حاجه اسمها اللي هي شوبيفاي او دروب شيبنج في التجاره الالكترونيه. وبدات تعمل منه مبيعات، هوريكم التحليل، تمام؟ وقاعد اتكتك عليه. فسبحان الله يعني المتجر اتحول الى منصه وقاعدين نبيعها. حتى في ناس حضروا عندنا الدوره من خلال الكورس، انا ضايفه في توكا ستور اهو، دورتين كنت ضايفهم هنا في توكا ستور، والناس سجلت معانا فيها وقاعدين تسوق عسل ومنتجات لمركز تجميل واشياء زي كده. انا طبعا دعمتها شويه في العروض دي وفي المنتجات بس بدات اجيبها لها وهي مسكت الخط، تمام؟ طيب خلينا نشوف المتجر اهوت ونوريكم التحليل عليه. ده شكل المتجر اهو، تمام؟ واتوقع احنا عملنا عليه اكتر من حاجه في الفتره اللي فاتت، وجبت لها برضه منتجات تمور، مواد غذائيه، كريمات، اشياء زي كده. خلينا نشوف التحليل على المتجر ده، تمام؟ هو عمره حوالي شهرين تقريبا. ده جوجل اناليتكس. جوجل اناليتكس هو كود متركب داخل المتجر برضه برمجيا. المبرمج ذاته له كود زي ده احنا شفناه ده كده، زي ده بتاع سناب، ده اسمه جوجل تراكنج بيكسل او تراكنج كود. مركبينه في الموقع ونقدر منه نحلل. المنصه دي اسمها analytics.google.com، حابين تدخلوا عليها في اي وقت analytics.google.com، تقراوا عنها كثير. لازم اي حد في التسويق الرقمي يشتغل عليها، ضروري جدا، تمام؟ طيب
هنا انا قاعد اهوت في الموقع، ندخل على الريال تايم، انتوا بس تصفحوا اللي انا عايز، يعني النقاط الاساسيه. عايز اقول الترافيك سورس كم واحد موجود عندي في المتجر دلوقتي، اقول هنا في الترافيك سورس كم واحد موجود وجايين منين اهم، اهو ترافيك سورس في عندي 4 دلوقتي في المتجر ده، 4 هم من خلال 3 جايين خلال اعلانات جوجل سي بي سي كوست بير كليك لان مشغلها حمله على جوجل، تمام. واحد جاي دايركت اللي هو انا دايركت لان انا دخلت وكتبت اهو يعني tokastore.com، هيبدا دلوقتي يفتح في متصفح اخر عشان يعد معايا 5، تمام. او حد من عندكم يقدر يفتح المتجر عشان اشوف الناس اللي معانا، اهو الرابط بعته لكم اهو في الجروب في الشات على المسج عشان يشوف كيف بيعد معايا وايه اللي انا قاعد استفيده من جوجل ده. دلوقتي الدايركت انا نعمل بس ريفريش، حد يقدر يدخل من عندكم من الشات على الرابط، اللي عايز يدخل من الجوال او من الكمبيوتر يبدا يعد معايا، تمام. 4 هم صار في 2 داخلين اتوقع دلوقتي من عندنا الاثنين، حد دخل من عنده يا جماعه يقدر يدخل وهنا يبدا يعد معايا. فانا قاعد اشوف الناس اللي في المتجر عندي لايف من خلال جوجل اناليتكس، تمام. عايز اشوف هنا حد دخل من عنده، واحد او اثنين بس يدخل من عندك عشان تشوف العدد هو قاعد يشتغل لان ده لايف معاك مباشره يعني، تمام. بدا يعد اهو دلوقتي اتوقع في عدد زاد شويه سي بي سي 7 8. في بطء في النت اليوم انا لاحظ، بس عندكم شغال كويس ولا في بطء في الصوره؟ ايه ما هو بدا يعد اهو في الحته دي كده في الجزئيه دي كده، شايفين دي كلها عملاء جدد بداوا يدخلوا يزوروا المتجر، احس كده في بطء اليوم. ايه بيبين عندي هنا، بيبين عندي هنا فعلا للاسف، تمام. عفوا سوري، انتوا الدايركت اهو 5 ده، انا قاعد محدد السي بي سي ده، ده الدايركت الخمسه اهو، انا اتوقع فيه دلوقتي 7 في المتجر، تمام. وهكذا كل ما العدد قاعد يزيد او اي حد بيدخل بيقدر يعمل له رصد هنا، حتى اقدر استهدفه تاني يعني من المنصات الاعلانيه لو انا مشغل اعلانات واستهدف فيها الجمهور اللي زار الصفحه او واحد ضغط على تسوق الان او شراء الان او كده. 6 اهو بدا حد تاني يدخل، تمام. طيب هنا بقدر اعرف الناس اللي جت عندي جت منين، اقدر اعرف الايفنت اللي الناس عاملاه دلوقتي ايه، يعني دلوقتي ضغطوا على ايه دلوقتي في الموقع. هتلاقي عندك هنا اهو ايفنت، هتلاقي عندي هنا واحد ضاف اد تو كارد مرتين اهو، تمام. انا اللي هو انا ضفت اضافه الى السله ده موجود دلوقتي. طيب عندك هنا الكونفرجن اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو الاحالات اللي تمت في المتجر عندي، تمام. اهو في عندي كام احاله هم اد تو كارد، تيست اد تو كارد. تيست اد تو كارد ده على فكره الفيديو اللي انت هبعته لكم اللي انا عامل عليه اليوم العصر اللي كان سبب التاخير ربع ساعه وانا بسجله، اللي هو ازاي اعمل كونفرجن على متجر على شوبيفاي. تيست اد تو كارد، تمام. ده برده كان تيست بعمل عليه فيديو، ده بايت ناو، واحد ضغط على اشتغل. لا مفيش لسه حد دخل على اشتغل دلوقتي، اقدر اعمل هنا اقول له اخر ناس في اخر 30 دقيقه ايه الاكشن اللي حصل عندي في الموقع، يبين معايا هنا برده اد تو كارد. اد تو كارد في واحد اد تو كارد، 3 اد تو كارد، مفيش حد لسه ضغط على بيجن الشيك اوت او متابعه الشراء او كده اللي هي بايت ناو يعني في اخر 30 دقيقه. في 10 هم الان في المتجر نقدر نشوفهم، نقدر نعرف المكان الناس دي منين. يعني انا دلوقتي اقدر ادخل على اللوكيشن يبين لي الناس اللي معانا منين. في عندنا ناس غريبه، في عندنا ناس من رومانيا، ده دولت من المتجر، لكن اللي في السعوديه 6 هم. نقدر نعرف من اي مدينه، كلنا من الرياض، كلنا من الرياض، مش حد من خارج الرياض بالضبط. رومانيا ده واضح انه واخد يا نت جو يا مغير الاي بي، حتى معانا واخد مغير الاي بي او النت. من جده ولسه على الموقع، يبقى على اي انترنت جو ولا مشغل في بي ان، تمام. بيرسل لك المواقع ده في اللايف دلوقتي، يعني انا دلوقتي في اللايف من موقع 10، برضه بيجيب لك الناس من اي مدينه. اللي ودي اقوله لكم هنا اللي هو
اه دايما جوجل بيودي دايما امريكا وبيدينا اي بي ايات غريبه مختلفه شويه، ده مش على الساتلايت يعني، واضح يبقى ده عشان كده طالعين رومانيا. طيب هنا اقدر ايضا اعرف ادخل على الاودينس اللي كنت بقول لكم دايما تقدروا تدخلوا على الاودينس. طبعا ده كاوفر فيو عام على جوجل اناليتكس، اقدر اعرف الناس اللي عندي دلوقتي من خلال، طبعا هشوفنا دلوقتي اللايف اللي هو في الريال تايم، شفنا اللي في الريال تايم، عايز اشوف اخر 10 ايام او اخر 30 يوم مثلا، كم واحد دخل المتجر عندي او زار الموقع. تلاحظوا هنا كتحليل يبين لك ان اخر 10 ايام، اخر 30 يوم سوري، زارك 134,000 شخص من السعوديه، من الكويت، من مصر، ومدي لك الدول اللي الناس زاروك منين، ان يوزر كم عدد الاوردرات اللي تم بيعها في اخر شهر اللي هم دوت. انا لسه متجر في البدايه، يعني هو متجر في البدايه، وده المكان يعني اللي معانا كوبي رايت ان نقدر ننشر معلومات عليه يعني، او نشاركها مع حد، ما عندنا مشكله. مقاطع ليست ملكي واشوف لا، لازم يكون عندك ملكيه للموقع. وانا بقول لكم البكسل ده في سؤال زي ما بقول لك اقدر اسويها على مقاطع ليست ملكي واشوف في الاحصائيات، لا لازم يكون عندك ملكيه للموقع، لان البكسل اللي بتركبه في الموقع ده، يعني انا مركب هنا بكسل في موقع اللي هو ده توكا ستور، تمام، انا مركبها عشان جوجل يعمل تشيك عليها، مركبها هنا في جوجل ده عشان يتاكد ان هو الموقع ملكي، فلازم اشغل على موقع ملكي. عدد العمليات اللي تمت هنا ترانزاكشن، العدد 9 اوردرات تم بيعهم مثلا في الفتره اخر 30 يوم، القيمه بتاعتهم 1322 دولار، ده لان بقول لكم عمره لسه شهرين في البدايه، وهكذا. دي كاحصائيات بنقدر نعرفها، ايه الموديلات اللي بيعت، تقدر تعرف ايضا ايه الموديلات اللي بيعت، الناس اللي اشترت دي اشترت منين، يعني هم اصلا جوني منين. اقدر اضغط هنا على حاجه اسمها سكند دايمنشنز هنا ديت، شايفينها اهي، واختار اكوزيشن، بعدين سورس، بعدين الاكوزيشن، بعدين سورس، اعرف الناس دي اللي اشتروا عندي اكتر منصه ببيع منها ايه بالظبط، او المحققه معايا مبيعات بشكل افضل كانت ايه. تلاحظ ان عندك هنا 9 اوردرات همت، تمام، منهم من سناب، من دايركت اللي هو سناب شات 4، تويتر 1، سكيورتي دوت تاب اللي هو عن طريق حملات جوجل عندي في الموقع برضه عندي 3، وهكذا تقدر تعرف عمليه المبيعات وهكذا. طبعا كل متجر عشان تتاكد لازم تربط المتجر مع جوجل بيكسل، ودي كلها حسابات بنقدر ننشئها لاي عميل عندنا، بننشئ الحساب في جوجل اناليتكس ونربطه مع المتجر بتاعه عشان نقدر نقيس المبيعات ونعرف اسباب تحقيق المبيعات عنده كانت ايه، تمام. توكا ستور مربوط معاه واتساب، ما شاء الله قوه الملاحظه عندكم رهيبه، ايوه مربوط معاه واتساب، لان هو ده من خلال التاك مانجر، سهل على فكره انك تعمله برضه اهو. لحظة، اللي هو ده الواتساب ده كيف اربطه معاه، واي واحد يزور اي صفحة هيشوف الواتساب، يعني انا اي حد يدخل اهوت اي صفحة تمور هتلاقي الايقونة ماشية معاك، ماشية معاك، حتى اللي بيضغط عليها برضو بنقدر نعمل له اعادة تسويق مرة اخرى. حاسس ان النت صار بطيء جدا في اخر فترة دي، اهم شيء بس الصوت واصل كويس ولا في تقطيع بشكل كبير. طيب هبعت لكم الطريقه وهعمل لها فيديو وهنزله ان شاء الله بكره ايضا، كيف انشئ رابط واتساب على اي موقع يكون عندي. هعمل الطريقه في فيديو وهنشره في الجروب باذن الله تعالى. بس لحد الان بيحمل، بحيث ان اي صفحه تدخلها في المتجر يفضل معاك الموقع. نعمل ريفريش تاني.
شايفين اي صفحه تدخلها بيكون معاك نفس الايقونه موجوده معاك في كل الصفحات. ممكن اعملها على متجري في زد. في زد تعملوها في 5 دقائق بالظبط، 5 دقائق بالظبط تقدر تنشرها في زد. تمام، هعمل لكم فيديو وهطبقه على زد كمان، ماشي؟ هقول لكم الطريقه ازاي. واضح الفيديو بتاع الواتساب ان شاء الله هيكون عندكم بكره باذن الله تعالى. باذن الله هيكون عندكم بكره الفيديو الخاص بازاي اضيف الواتساب ايكونز على المتجر بتاعي او اي موقع الكتروني، والفيديو الخاص بالكونفرجن هبعته لكم في الجروب، والفيديوهات بتاعت اليوم الاثنين الحملات الخاصه بتويتر وتحسين اداء الحملات في جوجل وسناب شات وانشاء الجمهور المخصص، كل ده ان شاء الله هيتجمع وهيكون عندكم باذن الله اليوم. بكده خلصنا الحمد لله تحسين الحملات، خدنا جوله في جوجل اناليتكس وخلصنا الكورس والحمد لله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله نلتقي بكم في دورات قادمه باذن الله تعالى، وان شاء الله اي استفسار معلومات الاتصال موجوده نقدر نتواصل عن طريق الجوال، حسابات السوشيال ميديا تويتر لينكد ان سناب شات والفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.